بكل فريق كرة قدم، سواء كان بالحارة ولا بالمدرسة ولا بملعب السداسي أو حتى على المستوى الاحترافي، بيكون في عندك لاعب هو النجم وهو الحريف. هذا اللاعب يلي بيكون الحكي كله عنه والأضواء كلها عليه، وهو دائما المدلل أو المحبوب وصاحب الطابة. ومع هذا النجم دائما بيكون في عنا لاعبين ثلاثة هدول بيجوا مساعدين لهذا النجم. وعلى حسب الفأس أصدقائي، ممكن العالم تتذكرهم لهدول اللاعبين أو ممكن كل العالم تنساهم، بس ورا هذا النجم ومساعدينه دائما بيكون في كم لاعب ما حدا بيتذكرهم أبدا ولا حدا بيحكي عنه، مع انه احيانا هدول اللاعبين الغير مذكورين بيكونوا احسن من النجم بذاته. بس للاسف هدول اللاعبين دائما بيعيشوا بالظل وبيتم تجاهلهم، وقليل قليل ما ينعطى حقهم بالكامل. يعني اللي بدي اقوله انه هدول اللعيبه كان ممكن يصيروا اساطير، لكن بسبب الظلم الاعلامي او احيانا جماهيري اخذوا تقدير اقل بكثير من اللي بيستحقوه، وصرنا احنا نصنفهم تحت شريحه الاندر ريتد. على املها، على امل مع المستقبل العالم تذكرهم وتذكر اسطوريتهم. بس عزيزي الكابتن، فتح لي عينك هالقد، لانه بكره القدم ما في مين بيرجع حق المظلوم الا البرهوم. لذلك فيديو اليوم أصدقائي جايب لكم مطرقة العدالة بيد ومغصن الزيتون بيد، لا شو فكر حالي ياسر عرفات. المهم جاي لأعطيكم قائمة أكثر 10 لاعبين مظلومين من وجهة نظري، يلي أنا متأكد لا يوجد اثنان بيختلفوا عليها في هذا الكوكب الحقير. رح رتبهم لهدول اللاعبين المظلومين من الأقل underrated للأكثر underrated، يعني الأكثر مظلومية. واللاعب رقم واحد طبعا رح أذكره بنهاية الفيديو أصدقائي، على شوي الناس رح تنسى إنه هذا اللاعب لعب أصلا كرة قدم. بس قبل ما نبلش الفيديو أصدقائي، خلونا هيك نبلش تحماية، وقولوا لي يا أصدقائي الكباتن بالكومنتات مين برأيكم أكثر لاعب مظلوم بتاريخ كرة القدم. وإذا حكيت عنه لهذا اللاعب بفيديو اليوم معناته مبروك عليك، أنت لازم تكون هيك قائد فيلق بجيش المحنكين. هلأ بصراحة ومشان أحكي على بساط أحمدي، يعني هيك فيديو ما فينا نبلشه غير بلاعب واحد ماكو غيره، صديق البطل، لاعب الظل المأكول حقه، اللاعب اللي دايما كان الرجل الثاني بكل الفترات خلال مسيرته. هلا صحيح انه الارجنتيني دي ماريا لما لعب مع ميسي كان ميسي لوحده قاعد عم يتصدر كل العناوين، بس مو ميسي هو اللاعب الوحيد يلي ظلمه لدي ماريا. في كتير نجوم كره قدم سرقوا من وهجه لدي ماريا، وانا رح لكم من هدول هن اللاعبين. هلا خلونا نتفق اول شيء على قصه انه لما حدا هيك يقول لكم رجل نهائيات، اكيد هذا الزلمه قصده عن دي ماريا مو قصده هاري كين، لانه هذا جناح الطائر الارجنتيني هي اللي مو عاجب ناس كتير، حرفيا قدم كل شيء بكره القدم وفاز بكل الالقاب الممكنه وحتى غير الممكنه. على فكره كاس العالم 2022 كان وجهه نظري غير ممكن انه تحققه الارجنتين، بس دي ماريا وميسي كان لهم رأي آخر. بدل عن السار، بدل والثاني، الثاني جول، جول 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 جول. بس المحزن بالقصة إنه بالنهاية كل هاي الألقاب والنهائيات وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. دي ماريا كان دائما عايش بظل بطل آخر مع النادي أو مع المنتخب. يعني على سبيل الذكر وليس الحصر، بريال مدريد، وعلى الرغم من كون دي ماريا رجل المباراة النهائية أمام أتلتيكو مدريد واللي فاز فيها ريال مدريد بلقب العاشرة الغالية، تم تهميش دور دي ماريا تماما. دي ماريا، دي ماريا سجلها. لانه ليلتها مثل ما بتعرفوا راح اللاعب الاسباني راموس وسرق اللحظه منه. مودريتش اخر كوره تمشي بالراس، جول عنده، جول عنده البريكي، البريكي يتعادل الليله، ليله راموس هدف لهدف. ولما راح هذا المعتر دي ماريا يطالب بزياده العقد، يعني بده مصاري اكثر، بيقرر بيريز انه يكافئه احلى مكافاه. بيروح بيريز وبيحطه لدي ماريا على رف التخفيضات، وبيقول للشباب يلي بده يشتري دي ماريا بنعمل له سكره. يعني الرساله يلي بده يوصلها بيريز انه اذا انت حتى لو كنت حققت لي البطوله المنتظره لجمهور الريال، بس يا معلم ما حدا انا كبيريز بيكمشني من ايدي اللي بتجعني. وايضا دي ماريا مع منتخب الارجنتين، بتعرفوا شو اول لقب دولي حققه ميسي مع المنتخب؟ لا انا ما عم بحكي على الاولمبياد او على كاس العالم الشباب، هدول هيك بطولات وديه بالنسبه ان نحن المحنكين. انا عم بحكي طبعا عن كوبا امريكا عام 2021. طب خليني هيك اعمل لكم فحص فجائي وعلى السريع، مين هو اللاعب اللي سجل هدف النهائي امام البرازيل؟ طيب بنهائي فاينالزما مين سجل؟ صعبه جدا دوناروما بيخرج الهدف الثاني. لك حتى بنهائي المونديال عام 2022 الاخير ضد فرنسا، دي ماريا سجل هدف وتحصل على ركله جزاء في الشوط الاول. بس بالنهايه دائما كان ينظر لدي ماريا بانه هو بالكثير الرجل الثاني خلف ليونيل ميسي وايضا كريستيانو رونالدو، على الرغم من انه هذا اللاعب بعمره ما قصر باي نهائي وكان دائما حاضر على الموعد باللحظات الحاسمه. بس دخيلك اخي فان يحط بالخرج، لانه بيني وبينك يا محلى اللي صار مع دي ماريا قدام اللي صار مع اللاعب الثاني بفيديو اليوم. صب عم يصب الفيديو اليوم برعاية هاني شاكر خزان أحزان. اللاعب التالي اللي بدي احكي عنه كان بمنتخبه هو كبش الفدا، لأنه هو أول لاعب بينسب وبيتلقى الانتقادات وقت الخسارة، بس وقت الفوز ما حدا بيقول له حتى مرحبا. حرفيا بينطبق عليه المثل وقت العزايم أنطون نايم ووقت جيل الصحون شرف يا أنطون. لا لا أنا ما عم بحكي عن أنطوان جريزمان، بل عم بحكي عن شريكه بالمنتخب أوليفي جيرو. أوليفي جيرو يا ابن حتى فوق لتشيلسي.
حلقة جيرو أصدقائي بالنسبة للناس بتنمر عليه، حابب أقول لكم أنه هو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا على حساب كل النجوم الشبه فرنسيين أمثال هنري وزيدان وتريزيجيه وأيضا بلاتيني. لا بلاتيني هذا أبيض 100%. هذا الزلمة جيرو الله يجيره خلال مسيرته ملاعب قدر تقريبا يحقق كل شيء بكرة القدم، فمن وقت ما كان ملعب بالأرسنال كان هذا اللاعب متخصص بشغلة الكل بيحبها بكرة القدم. لا لا أنا ما قصدي عدد الأهداف أو السلايدات. جيرو بتحسوا هذا اللاعب حالف يمين عظيم إنه ما يسجل جول إلا إنه يكون هذا الجول حلو وأخو أخته. يا شباب يلي كان عم يعمله جيرو مع الأرسنال شيء غير عقلاني، يعني عن جد كل جواله بالأرسنال فينا نقول حلوة كتير، ويمكن أحلاها هذا الجول الشهير بالكعب. مواجهة مع مارتن كيلي كله بده جائزة الهداف إلا جيرو بده جائزة بوشكاش. بس بعد 5 سنين ونص خدمة بالأرسنال بيقرر الأرسنال إنه يبعتوه بمترو لندن للنادي اللندني الغريم تشيلسي، والكل هو وقتها خلاص جيرو انتهى يا سادة يا كرام، وبالتأكيد لح يكون لاعب دكة ومسيرته دخلت مرحلة الموت السريري. ولكن 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 جيرو يلي ميت سريريا مع تشيلسي بيحقق الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وراح حطهم لهدول لقبين واحد على اليمين وواحد على اليسار، وخلى النص فاضي لأنه بالنص كان عينه على لقب ثاني. نعم نعم اللقب هو لما راح مع منتخب فرنسا وحقق كأس العالم عام 2018 للمرة الثانية بتاريخ الديوك. وبمغامرة جديدة قال جيرو لحاله معلم أنا جعبالي هيك أطرق لي بطن بيتزا مرتب، لذلك أفضل مكان أكل فيه بيتزا هو بالتأكيد إيطاليا، ويرحل جيرو من تشيلسي إلى إيطاليا من بوابة نادي إيسي ميلان، وهنيك هذا اللاعب الفرنسي بفك صيام الروزانيري عن البطولات وبيحقق معه اللقب السكوديتو التاريخي بموسم 2021-2022. ومع هيك كأنك يا أبو زيد ما غزيت وما حدا بيتذكر سيرته إلا بالعاطل، والناس ما بتتذكر إلا إحصائياته السلبية مثل أنه كان أول مهاجم بالتاريخ يتوج منتخب بلاده بكأس العالم وبيلعب كل المباريات بدون ما يسجل ولا هدف. وعلى سيرة التاريخ فاللاعب اللي حقول اسمه هلأ لازم يتواجد دائما بخناقة مين أفضل ظهير بالتاريخ، لأنه هذا اللاعب لاعب عنده كل الإمكانيات والإنجازات ليكون عم ينافس على هيك لقب. ومع أنه الكل بيعرف أنه هو لاعب مميز جدا، بس لسبب ما حدا بيعرفه بعمره ما أخذ هذا اللاعب حقه الكامل أو تم إنصافه فينا نقول بالقدر الكافي. وأنا هون أصدقائي الكباتر عم أحكي على الباك اليمين التاريخي لريال مدريد ألا وهو الخال كارفاخال. لاعب بكل بساطة صبر ونال، لاعب أصفته كرة قدم مؤخرا بعد الفوز ببطولة يورو عام 2024 بعد ما تم استدعائه لأول بطولة يورو بتاريخه مع منتخب إسبانيا. هلا الزلمة بصراحة عمل اللي عليه وزيادة وقدم بطولة لا رخاوية صافية بقميص الإسبان. هلا أنا أصدقائي الكباتن والله ما لي خلق إنه فوت هيك بجدال بيزنطي ما له نهاية حول عظمة مسيرته لكارفاخال، والله ما لي خلق، بس بكل تأكيد مسيرته لازم هيك خدوها مني أنا القطيشي مسيرة أسطورية. وبكفي تعرفوا إنه هو من أكثر لاعبين بالتاريخ اللي حققوا لقب دوري أبطال أوروبا بستة مرات. طبعا شوفوا لي هي الصورة سنة 2004 وأتحط الأسطورة ألفيردو دي ستيفانو حجر الأساس للمدينة الرياضية لريال مدريد، وكان مع واحد من ناشئي الكاستيا، هذا الناشئ هو داني كارفاخال، واللي كان كل متوقع له مستقبل عظيم بقميص الملكي، وبالفعل هذا الحلم أصبح حقيقة. بس المشكلة إن طوال الوقت الناس ما كانت تعطي لكارفاخال حقه بالإنجازات، وحتى بفترة ريال مدريد الذهبية كل الناس كانت تطلع على أبو كشة قصدي البرازيلي مارسيلو، أما كارفاخال فالناس كانت زابليتو هيك دائما من المنسيين. وهلأ منروح للاعب رقم 4 في قائمة اليوم. هذا اللاعب رغم إنه كان طويل مثل عمود توتر عالي بس ما كان حدا يشوفه او ينتبه له. تذكروا يا كباتن فوز مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي موسم 2012؟ ايوه، وقت هدف اجويرو الشهير تبع ما حدث كان كابوسا تبع فارس عوض. طيب تعرفوا مين اللي سجل هدف التعادل للسيتي قبل دقيقتين من هدف اجويرو اللي حسم اللقب؟ لا اعطيكم ثانيتين لتفكروا. 1-2 الإجابة هي إيدين جيكو، اللاعب يلي رقميا حقق النجاح بكل الدوريات اللي لعب فيها طوال مسيرته. في ألمانيا هذا اللاعب حقق المستحيل لما سرق اللقب من بايرن ميونخ وفاز بالدوري مع نادي فولفسبورغ، وأيضا حتى سنتها أخذ لقب الهداف. وبإنجلترا هذا اللاعب البوسني كان واحد من أبطال السيتي اللي حققوا البريمير ليج التاريخي، وأيضا كان ثاني هدافي الفريق بالدوري بعد أجويرو. أما الرقم الجاي فممكن يفاجئك يا صديقي الكابتن وتعتبروه سلبة من سلباتي يلي قالينها الكم يوم. إيه هدا مستحيل صدوا أصدقائي، بس بتعرفوا إن جيكو بالقرن 21 سجل أهداف أكثر مما سجل مهاجمين تاريخيين أمثال واين روني وديدي دروكبا، ومع هيك بعمره هذا اللاعب ما وصل لربع شهرتهم وشعبيتهم. حتى مع وصوله لسنة 38 كان قاعد عم ينافس على لقب الهداف في الدوري التركي الموسم الماضي، ومع هيك بعمره أنا متأكد ما حدا رح يجيب اسمه لجيكو ضمن قائمة أفضل المهاجمين بالعالم، مع أنه أرقامه كانت أكثر من ممتازة. شو السبب برأيكم؟ بس أخي إذا أرقام أنصفتها شوي لإيدين دي جيكو فاللاعب القادم مستحيل مستحيل تقدر الأرقام تعطي حجمه الحقيقي. هلا إحنا وقت نقول وسط مانشستر يونايتد أنا متأكد الكل رح يصفن هيك ويقول لك إيه يا معلم أنت أكيد عم تحكي عن بيكهام سكولز كيكس وهدول اللعيبة،
اللعبه، بس ما حدا رح يجيب لك سيره مايكل كاريك. كاريك يتحرك الى الامام، كاريك يلعب كره. هلا الاداء يلي قدمه مايكل كاريك مسيرته، يعني انت بتاكد صعب تفهمه صديقي الكابتن، حتى لو ضليت قاعد عم اشرح لك من هول الصبح. هذا النوع من اللاعبين بالتاكيد لازم تشوفه بعيونك التنتين هيك، مباراه ما شرط تكون مباشر بس مباراه على التلفزيون، لحتى تعرف قديش كان عظيم. واذا ما بتعرف كتير شو الخفايا بقصه كاريك، فكاريك وقت ما اجى من نادي سبيرز للشياطين بعام 2006 كان لاعب عليه ضغط كتير كبير. اولا كان منتظر منه انه يعوض اسطوره بحجم روي كين، كان يقول انا وروي كين صلوا على النبي يا شباب اللي بنفهم السيره. وثانيا لانه سير اليكس فيركسون راح ودفع فيه 27 مليون يورو من اجل التعاقد معه. طبعا هذا رقم كتير كبير، ويا صديقي يا كاريك بدك تحلله. بس كاريك وكعادته داخل الملعب كان هادئ جدا بشكل مستفز، اداء ثابت وسلس، مستوى رائع في المباريات الكبرى والحاسمه، وفوق الهات كان لاعب بينفذ تعليمات فيركسون بالحرف، والنتيجه انه حقق لقب دوري الانجليزي 5 مرات ولقب دوري ابطال اوروبا مره بتذكر عام 2008. وهذا مايكل كاريك هو اللاعب يقول عنه مدربه فيركسون انه لا يتحدث كثيرا في الاعلام، لكنه يحكي كل شيء في ارضيه الملعب. وصراحه من لما اعتزل كاريك في عام 2018 وحتى اليوم مانشستر يونايتد لساته بمرحله البحث عن معوضه لمايكل كاريك. يمكن لحد هلا فينا نقول بتردد قليل نوعا ما انه اجى كوبي ماينو يسد شوي بهالخانة الناقصة. أما بالنسبة للجهة الثانية من مدينة مانشستر، كان في لاعب صح إنه الكل بيحبه وبيحترمه، بس للأسف ما حدا بيختاره بين الأفضل بالتاريخ بمركزه. هذا اللاعب حريف، يسراوي، مهاري، مراوغاته ممتازة، وعنده نظرة خرافية بالملعب. طبعا ما لح شوقكم أكثر أصدقائي الكباتن، بس أنا هون عم أحكي عن الساحر الإسباني ديفيد سيلفا. واللي كان مهمش لسبب معروف وبديهي، يعني خيوه بوجود تشافي وانيستا، بالتأكيد الكل رح ينسى كازورلا وسيلفا. بس مع هيك سيلفا كان دائما يثبت نفسه بالمنتخب ويفرض نفسه ومهارته على المدربين بأداءه الممتاز. فبيورو 2008 رغم انه كان لساته ببالنسيا، ديفيد سيلفا كان اساسي بتشكيلة إلا روخا على حساب لاعبين من طينة الكبار امثال فابريكاز وتشابي الونسو، اللي راحوا وانزدوا كرمال سيلفا على مقاعد البدلاء. وكمان بطولة يورو عام 2012 سيلفا ما شارك فقط كلاعب اساسي، بل ايضا كان واحد من نجوم البطولة. خطيرة، كرة ملعوبة، عرضية صعبة، وفرصة الهدف الأول، جول، جولاتو 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 ديل مطر. ويمكن للصراحة أصدقائي الكباتن المشكلة سيلفا الوحيدة برأيي هو أنه لعب فقط لأندية مثل بالنسيا والسيتي وسوسيداد، ولو هذا النجم رحل للريال أو برشلونة يمكن كانوا الجماهير اليوم قاعدين عم يتغنوا فيه على حساب تشافي وإنيستا وتشافي ألونسو. فبالإضافة لإنجازاته مع الأروخة، فسيلفا الياباني ما هني مخربط ياباني لأنه عنده أصول يابانية من طرف أمه. حقق هذا الإسباني الياباني البريمير ليج 4 مرات مع السيتي، وكأس ملك إسبانيا مرتين، مرة عام 2007-2008 مع نادي بالنسيا، والثانية عام 2019-2020 بقميص ريال سوسيداد. واي متابع لمسيرته لازم يكون متاكد انه ديفيد سيلفا هو احد السحرة بعالم كره القدم وبيستحق اضعاف التقدير يلي حصل عليه. بس صب عم يصب خزان احزان مثل ما تلكون هذا الفيديو، حظ عطيني والبحر رميني. وقبل ما نقول اللاعب السابع لازم نذكرك يا اصدقائي بنحن عم نحكي عن مسيره هالنجوم قبل ما يعتزلوا، بغض النظر عن امكانياتهم كمدربين، اتفقنا؟ طبعا عم اقول هيك لانه اللاعب الجاي اذا بقول لكم اسمه رح يسبوا كل الجيل الجديد من مشجعي برشلونه، والله ما بلومه لانه عن جد هذا اللاعب اللي حقوله هلا بيستحق انه ينسب، بس كمدرب. اما بالنسبه للجيل القديم اللي بيوعى لهذا اللاعب رح هيك يوقف مباشره ويضرب له تحيه عسكريه. اللاعب السابع يا اصدقائي هو الهولندي رونالد كومان. كومان اللاعب يلي كان عكس تماما كومان المدرب، واللي كان مدافع مثالي بكل شيء وفارق عن كل مدافعين جيله بمراحل. لاعب قوي، سريع، صاحب تسديدات صاروخيه وقدره رائعه على التحكم في الكره، وايضا عنده مهارات هجوميه غير مالوفه لاي مدافع. بس تخيلوا اصدقائي الكباتن انه لحد اليوم رونالد كومان هو المدافع الاكثر تسجيلا للاهداف في تاريخ كره القدم برصيد 238 هدف، ارقام مستحيله اليس كذلك؟ والهدف الاغلى كان بالتاكيد بنهايه دوري ابطال اوروبا عام 1992 امام سامبدوريا لما حسم اللقب الاوروبي الاول في تاريخ برشلونه. كان وقتها كومان واحد من الجيل الذهبي لبرشلونة تحت قيادة الهولندي الآخر يوهان كرويف، وحتى اليوم ما زال يعتبر كومان برأي الكثيرين المدافع الأفضل بتاريخ النادي الكتالوني، طبعا بعد لونغلي. لونغلي عمل كومان. بس المعلومة اللي حتفاجئكم مزبوط مزبوط انه اصدقائي رونالد كومان كان هو هداف دوري ابطال اوروبا موسم 1993-1994 برصيد 8 اهداف. حتى بالبرشلونة كومان كان واحد من ابطال معجزة ثانية، واللي هي تتويج ايندهوفن دوري ابطال اوروبا موسم 1987-88، واللي حسمها كومان ورفاقه على حساب بنفيكا بركلة
الترجيح. أما مع منتخب هولندا نجح هذا الأشقر مدري الأحمر بالتتويج بالبطولة الوحيدة في تاريخ الطواحين واللي هي اليورو 1988. أما بالنسبة للاعب رقم 8 بالقائمة فكان بطل أشهر 8 بتاريخ المونديال. هو بنعتذر من الجماهير السعودية لأنه هذا اللاعب ما كان له تاريخ جميل مع المنتخب السعودي. أنا هون للأسف عم بحكي عن ثمانية ألمانيا على السعودية بمونديال 2002. اللاعب يلي حقق كل شيء الكل كان يشوفه مستحيل. صديقي تخيل إنك أنت كلاعب تتفوق على الملك بيلي وجيرال مولر والظاهرة رونالدو وتصير الهداف التاريخي لكأس العالم. يا عيني عليكم، أنا بحكي على الألماني ميروسلاف كلوزة. صاحب 16 هدف في المونديال واللي حطم فيه رقم الظاهرة البرازيلية رونالدو. فخلال 4 مشاركات لكلوز في كأس العالم كان ضيف دائم وثقيل على قلوب الخصوم في نصف النهائي على أقل تقدير، بالإضافة إلى أنه هذا اللاعب حقق لقب المونديال عام 2014 بعد ما ساهم في اكتساح ألمانيا للبرازيل في نصف النهائي بسباعية في المباراة اللي توج فيها نفسه كهداف تاريخي للمونديال. لا مو كرمال هيك كلوزي مظلوم، بل ايضا مظلوم انه هو الهداف التاريخي لمنتخب المانيا برصيد 71 هدف بعد ما راح وتخطى الاسطوره جيرارد مولر صاحب 68 هدف. وعلى الرغم من هيك كانك يا ابو زيد ما غزيت الا اللي بتذكروا اسمه لهذا اللاعب. اما لو كنت انت محنك صديقي فسجل لي هالمعلومه عندك، ميروسلاف كلوزي واحد من افضل المهاجمين اللي سجلوا اهداف بالراس عبر التاريخ. ولو عندك انت شك هيك 1% او التوسه فوت تفرج وشوف قدراته الهائله على التسجيل من كل الاماكن. بس اللي فعلا فعلا صديقي الكابتن انت لازم هلأ تروح تتفرج عليه مرة ثانية، كور رأيك الكروي من جديد، لازم تشوف سيرجيو بوسكيتس اللي هو بالتأكيد بالمرتبة الثانية معنا. هذا اللاعب يلي دائما مو بس كان بالظل بل كان بظل الظل لصالح تشافي وانيستا وليونيل ميسي. يعني هذا اللاعب يلي بلش مسيرته الكرويه بانه راحوا اقصى الايفوار يا توري من مركزه الاساسي في الفريق، وبعدها مباشره وبموسمه الاول مع الفريق الكتالوني ساهم بالسداسيه التاريخيه، وبعدها كان جزء من جيل تاريخي لبرشلونه ومنتخب اسبانيا. ولكن كلمات المديح والاشاده كانت بعيده كل البعد عن هذا اللاعب الاسباني بوسكيتس. وعلى الرغم من انه بوسكيتس غير من مهام مركز لاعب الارتكاز حتى يومنا هذا، وانه دائما اللاعبين والمدربين بيعتبروه في كل تصريحات وحديث، ولكن الجمهور له رأي آخر لأن الجماهير عدم المؤاخذة طبعا أنا منهم ما بيعبي عنا إلا هذا اللاعب اللي بتلاقيه بيركض وبيصرخ وبيكون دائما جرينتا مثل جاتوزو. أما بوسكيتس فهو عكس هذا الحكي كله لأنه لعبه مثل شخصيته تماما، هادي وراي وقلبه بارد جدا بأصعب المواقف مهما كانت أهمية المباراة. أو مثل ما وصفه بيب غوارديولا بأنه سيرجيو بوسكيتس بيقدر يشوف المباراة أسرع من باقي اللاعبين، لهيك دائما سيرجيو بوسكيتس متقدم بخطوة على الجميع. وهلا أصدقائي وصلنا للاعب يلي بالمرتبة الأولى اللي أنا وأنت وكل مشجعي اللعبة بنعرف انه اسطورة وبرأيي بيستحق انه يكون افضل مركزه عبر التاريخ، او بالحقيقة هو مبتكره لهذا المركز ومخترعه. انا هون عم بحكي عن الايطالي اندري بيرلو مايسترو كرة القدم الايطالية. لاعب يلي ما له اي نسخة مكررة واللي ما في اي حدا بيعمل يلي بيرلو كان بيعمله في الملعب. هذا اللاعب يلي ظهر معه مصطلح الريجيستا اثناء فترته مع الميلان لما تسيد القاره الاوروبيه تحت قياده الايطالي الاخر كارلو انشيلوتي. هلا الكره باقدام اندريا بيرلو كان لها نكهه ثانيه، تمريرات ساحره، مهارات ابداعيه، اما الكرات الحره فشيء فوق الوصف. هلا وقت كبر بيرلو وباخر سنوات بيرلو مع كره القدم وخصوصا رحيله عن ميلان الكل توقع انه بيرلو انتهى، ولكن بيرلو مع اليوفنتوس وبعد ما وصل لسن 32 قدر يحقق لقب الدوري الايطالي 4 مرات متتاليه وفاز بجائزه افضل لاعب في ايطاليا اعوام 2012 2013 و2014. وصل مع السيدة العجوز لنهائي دوري أبطال أوروبا في برلين عام 2015 بعد ما قدم أداء فردي وعبقري طوال البطولة. ولكن اللقطة الأجمل برأيي في مسيرة بيرلو كلها حتكون احتفاليته بركلة الترجيح الأخيرة في نهائي كأس العالم 2006 بين إيطاليا وفرنسا لما نجح في إعادة اللقب العالمي للأزوري بعد 24 سنة من الغياب. أصدقائي كان هن هدول 10 لاعبين المظلومين بفيديو اليوم. إذا عجبكم الفيديو يا ريت تضغطوا زر السبسكرايب وأيضا اللايك، وإن شاء الله بشوفكم فيديوهات قادمة والسلام عليكم.